من ضمن المسائل المحيرة جدا، حد أخذ بعض الخبطات في الماضي فبقى بيتعامل مع المستقبل بخوف. مش قادر، تعبت إن أنا أفقد حد بحبه، تعبت إن أنا أتصدم في حد أنا بثق فيه، تعبت من الضوائق المالية وهيتفرجت الحمد لله من عند ربنا، عايز أكمل بقى بهدوء كده. فيبقى في حيرة كده، وأنا ينفع أعمل حاجة أقدر أبقى يعني مسؤول عنها كده تخلي الحياة ما فيهاش ابتلاءات؟ أولا يا رب نسأل الله العافية. كانت المشايخ تقول لنا اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان. يعني يا رب لو عايز تعلمنا حاجة علمها لنا بالإحسان مش بالامتحان مش بالبلاء يعني. لكن الحقيقة إحنا هنشتغل على دايرة التأثير وليس دايرة الاهتمام. على فكرة أنا هكرر الموضوع ده السنة دي كتير قوي. في دايرة اسمها دايرة الاهتمام، رغبات عايزها، وفي دايرة اسمها دايرة التأثير. طب أنا أعمل إيه؟ مش هتعرف تغير الأقدار، لكن تقدر تتعامل معها بالطريقة اللي تخليك قادر تنسجم مع أقدار ربنا وتبقى دايماً راضي. حتى لو اللي بره شافك إيه ده عنده معاناة جامدة قوي، يا جماعة في إيه؟ أنا زي الفل الحمد لله ومية مية. إيه؟ كتفك شايل. إحنا بنسأل ربنا دايماً العافية، ودي أول حاجة. لو عايز حياتك تبقى هادية بعد كده، خلي دعوة في لسانك شفتها في لسان حد من علمائنا وهو ماشي على السنة، إن سيدنا النبي كان دايماً في لسانه الشريف الدعاء بالعافية. يعني إيه العافية؟ يعني الحفاظ على النعمة، وإن الواحد ما يتفاجئش. فاكر لما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتعوذ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك؟ ده معنى العافية. واحد رأى جيل سيدنا النبي قال له رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، قال سل الله العافية. قالوا بعد شوية طب علمني بقى حاجة تانية، كأنه دعاء قصير خلاص، اللهم أسألك العافية حاجة تانية، قال سل الله العافية. التالتة قال سل الله العافية. فما أعطي عبد بعد اليقين أوسع من العافية. ربنا يعافيك فيما تستقبل من حياتك. والموضوع ده تكرر مع سيد النبي كذا مرة، إن حد يجي يسأله الموضوع ده كذا مرة وراء بعض يقول بس العافية، سل الله العافية. وكان هو صلى الله عليه وآله وسلم بيطلب من ربنا العافية كل يوم 6 مرات، أكتر كمان. يعني 6 مرات الثابتين، 3 مرات في أذكار الصباح و3 مرات في أذكار المساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، الدعاء المشهور. وكان في وسط السجود يعني ما بين السجدتين جلسة الاستراحة، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، صلى الله عليه وآله وسلم. فاطلب من ربنا العافية، بقاء النعمة والثبات أمام تحديات الحياة. الحاجة التانية اللي عايز أقولك تعملها إنك تتفاهم نفسك عشان ما تبقاش حيران كده وقلقان. افهم طبيعتك. لما يمر بيك مشهد صعب، حد قال عليك كلمة مش حلوة، حد ضاغط عليك ضغطة في الشغل كده مخوفك على رزقك، حصل لك أزمة أنت عمرك ما تتوقع أن يحصل لك أزمة زي دي والدنيا كانت مستقرة، ابتلاءات الحياة، تفهم نفسك. بيسموه العلماء منحنى الصدمات. حنى الصدمات ده فيه 5 مراحل لازم تحفظهم على فكرة عشان ما تحترش وانت بتفكر هو أنا فين دلوقتي لما تحصل لي الصدمة دي. أول ما الإنسان بتحصل له مشكلة بينكر، مش ممكن يكون قالوا عليا كده، مش ممكن يكون أنا اترفدت، مش ممكن يكون فلان ده كان لسه امبارح بيتعشى معانا. فاسمه الإنكار، مش مصدق، كأن اللي قال له الموضوع ده محتاج يراجع نفسه. فخد بالك من حالة الإنكار دي. بعد الإنكار بيأتي الغضب، إن ما كان ينبغي يحصل معايا في حياتي كده، أنا اللي بساعد الناس يجيلي المرض ده، أنا اللي بساعد الناس تحصل لي الأزمة دي، وكأن ربنا سبحانه وتعالى وهنا في حتة خفية كده، وكأني عندي شيء ربنا مديون ليه بي، يعني ربنا مديون لي بحاجة كان المفروض يديها لي وما ادهاليش، ما توقعتش انك تدي، ما تدينيش حقي عندك. والحقيقة ان كل عطاء ربنا فضل، ربنا ما حدش ليه حاجة عند ربنا. فالغضب بيجي لما الانسان يحس انه اتسلب حقه، ودي بتبقى حتة خفية محتاجة ادراك كده، فيأتي الغضب ازاي يحصل فيا كده. ثم بعد ذلك يأتي شيء اسمه المساومة. قعد اقول طب انا لو الموضوع ده رجع لي والله ما هبطل صلاه، لو الموضوع ده رجع لي، لو فلان ده مش عارف ايه والله ما كنت هعامله معامله وحشه، هو ساب الدنيا، هو يا ريتني وكان بس يرجعه لي يا رب، وانا افضل تحت رجليه على طول، اسمها المساومه. ثم بعد ذلك تاتي مرحله الحزن. انكار، غضب، مساومه، حزن. وهذا الحزن بيدرك فيه الانسان انه في وسط البلاء.
وعلى قدر إدراك الإنسان إن ربنا لم يخلق شراً محضاً، يعني ما فيهوش وراه حكمة، لما تؤمن إن ربنا أي حاجة فيها شر وراها إن شاء الله خير، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. على قدر إدراك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، على قدر إدراكك إن ربنا حنان ولطيف، على قدر قصر مرحلة الحزن والاكتئاب اللي بيجي بعدها مرحلة التقبل، ويبدأ الإنسان يتعافى من المشهد الصعب اللي في حياته ويكمل، ويعرف إن طول ما ربنا حي لا يموت يبقى كل خير إن شاء الله بيستقبل في الحياة. فالخمس مراحل دول، الإنكار ثم الغضب ثم المساومة ثم الاكتئاب ثم التقبل، عشان ما تحترش كده إيه وإيه، تبقى مش عارف الإحساس اللي بيمر بيك، أديني قلتهم لك أهو. ودي إجابتي على سؤالك أعمل إيه علشان الحياة ما يبقاش فيها بلاءات. لا، أنت تعمل إيه عشان تبقى قوي، وإن شاء الله ربنا يعافيك، مش في بلاءات ولا حاجة. بس إذا مر بالإنسان شيء في ألم، أديني حكيت لك العلماء قالوا إيه على طبيعة النفس، وما تنساش تسأل الله العافية، بقاء النعمة ورؤية النعمة. يا رب أكون قدمت النهاردة خلاصة لكل حائر في البلاء، يا رب أكون النهاردة ريحت بال ناس كتير بتسأل هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه.